حياكم الله مشاهدي متابعي قناة العراقية الرياضية. طبعا الجماهير لم تكن راضية تماما على أداء منتخبنا الوطني في المباريات السابقة من التصفيات، نتمنى أن يعوض في مرحلة الذهاب وخاصة أمام كوريا الجنوبية. دعونا نستطلع آراء الجماهير حول هذه المباراة فابقوا معنا. الشعب كله بأن يحقق نتيجة إيجابية من أجل الوصول إلى المنافسة اللي هي المنافسة بالملحق ملحق كأس العالم، لأن احنا الأول والثاني أكيد فقدناه بعد بالمباراة القادمة، لكن عندنا خمس مباريات مهمة جدا وهي تبدأ من مباراة كوريا إن شاء الله. مباراة كوريا المنافس الوحيد اللي ترجعك تقريبا إلى 70% إلى 75% للمنافسة للملحق الثالث، فمن هنا أنت لازم تحقق نتيجة إيجابية تكسب ثلاث نقاط مهمة، تبدأ أنه حتى الخصم من تفوز على مستوى فريق كبير مثل كوريا راح يبدأ الخصم، أنت ما عندك خصم قوي فقط بس إيران من بعد كوريا، إذا فزت على كوريا يعطيك حافز معنوي، حافز للفريق الخصم المقابلك يبدأ يتباطأ من عندك، لأن تعرف أنت الوعي بخطة لعب، يعرف كل فريق يعرف الخصم ماله، يعرف نقاط ضعف. الحمد لله احنا نقاط ضعف صراحة ما عندنا، الوعيب موجودين، لا تقول لي ما كل وعيب، الوعيب موجودين الحمد لله من حيث المقتربين او من حيث المحليين، موجودين على حراسة المرمى، على الوعيب كل المكان موجودة، ولاحظنا باخر لعبة انها كانت افضل لعبة على مستوى التصفيات، افضل لعبة بمستوى التصفيات. ان شاء الله نتمنى الفوز للمنتخب العراقي، ولكن المنتخب الكوري جدا صعب، واخطر مهاجم عنده لاعب توتنهام اللاعب سونغ مينغ هو لاعب جدا خطر على صفوف المنتخب، ونتمنى من الدفاع ان يقدم شيء امام هذا اللاعب الخطر. ان شاء الله اتمنى الفوز عراقي، هي لعبه صعبه لكن كل لعبه تدرون تعادلنا وياهم، واحنا نتمنى تكون النتيجه 1-0 ان شاء الله، توقع هذه النتيجه. اول شيء نرحب بالقناه العراقيه الرياضيه اللي هنا بهذا المول، حتى احنا طبعا كجمهور عراقي نتمنى من المنتخب ان يفرحنا، لان احنا بامس الحاجه الى هذا الشيء. واحنا دائما كجمهور العراقي ندعم المنتخب، اللعب صح خساره ربح، واحنا دائما ندعمهم، وان شاء الله ايضا هم يحققون لنا هذا الشيء، ونتمنى ان شاء الله الفوز مباراه امام كوريا الجنوبيه. وطبعا اتمنى ان توصلهم الرساله حتى يحسون معاناه الشعب العراقي، احنا دائما وابدا نقف معهم دائما وابدا. اللعب ربح وخساره مثل ما قلت لك اني، وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى انه يرسمون البسمه على وجوهنا، وامنا بهم ان شاء الله الفوز والموفقيه. ان شاء الله الفوز على كوريا الجنوبيه باللي ما قدمنا ان شاء الله بالذهاب، ان شاء الله الفوز 2-1. ان شاء الله الفوز 2-1، وان شاء الله ايمن يسجل 2، ان شاء الله نتاهل كاس العالم. اتمنى لهم بس الفوز، واتمنى النصر، النتيجه ان شاء الله 5-0. الوضع اللي كنا نتمناه طبعا كانت يعني مباراه مو جيده، مو ترضي يعني الشعب العراقي، وكان منتظر الفرحه يعني، بس مع الاسف يعني ما اعرف شنو السبب، اعتقد من المدرب او من اللواعيب. ان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز للعراق طبعا، ان شاء الله 3-2 او 3-1. ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي،
ومرحلة صعبة ذي كانت، وضغط علي عليهم صار من قبل الجمهور، الجمهور كان مراض، وإن شاء الله يرضون ويحققون الفوز بهذه المباراة القادمة إلى الله وللبيت. يجب على إنه على المدرب إنه يسحب، يعني هسه يعني التشكيلة خاصة اللعبة الأخيرة يعني بلا أشباهية، زين ما عندك يعني لاعب منتصف الملعب يوزع صحيح أو يستلم صحيح، يعني يجب إنه يشوف يعني لاعب نص يعني ممتاز يضع تشكيلة هجومية، لأن يعني أغلب بين اللعبات كلها يعني جاي يلعب دفاع، يعني هو لازم أمام كوريا لازم يعني لو فاز لو تعادل عمود شنو يخدمنا باللعبات القادمة، يعني يخدمنا يا يعني خلي يكون نفس تشكيلته الأولية اللي لعب بها دفاع. طبعا المنتخب مع الأسف يعني ينقصنا الثقافة الرياضية، يعني منتخب لازم منتخب العراق مو مستوى العراق، يعني ليس ذاك المنتخب المحترف كباقي الدول، يعني العراق كان سباق في دول آسيا أصبح الآن في المراحل الأخيرة، يعني قطر كانت كنا يعني سابقا كنا نلعب مع دول أخرى، أكو فارق فني كبير بين العراق وباقي الدول، الدول الأخرى استخدمت أسلوب فني بدأت من الصفر وتصاعدت، نحن يجب أن نبتدئ هكذا، لا تغلبنا العاطفة، يغلبنا العمل الفني، ولو أنا طبعاً مو رياضي لكن متابع للرياضة وخاصة يعني المنتخب العراقي أندمج وياه، حتى بصراحة يصعد الضغط عندي عندما أشوفه يحصل، لأنه إحنا عاطفتنا العراقيين مع الأسف نوصل لهالمستوى. إيش نحتاج؟ نحتاج أنه نبتعد عن هذا، نعمل عمل يعني فني، ناخذ فني الرجل المناسب في المكان المناسب، نجيب الدفاع أو الهجوم ناخذ، يعني أنا بصراحة اللعبة الأخيرة عجبتني رغم يعني كانت لا زين، ليش؟ يعني شفت لعب فني، يعني ترى النتيجة مو قياس المنتخب وإنما الفن لعبته هي قياسه، يعني شفنا ترابط ويا خاصة من جابوا الجماعة المغتربين بصراحة يعني أطوا لعب، لو بعدين بداية هاي كان طينا نتائج أفضل. إن شاء الله نتمنى لهم الفوز، وهم طبعاً ما راح يقصرون لأن إحنا نعرف بيهم عندهم روح رياضية، نعم وأكو عندهم مواهب بالطوبة، واحنا ان شاء الله يعني نتمنى لهم خير كجمهور ولهم يعني نقاط كلش زينه، واكيد مو كل مباراه احنا ضامنين فوزها، وهذا الشيء يعني احنا نتمناه من زمان انه الفوز، وهذا راح يهلنا الى الكاس العالم ان شاء الله. كيف تتوقع النتيجه امام كوريا الجنوبيه؟ صراحه هيك اتوقع، يعني دائما نتوقع ويطلع غلط، هو دائما يعني لو 0-1 او تعادل سلبي. انا اشجع المنتخب العراقي وان شاء الله يجيب 2-0 على كوريا الجنوبيه ان شاء الله، وتحياتي وان شاء الله يعني دعواتي كلها للعراقيين، المنتخب العراقي ان شاء الله يفوز. يقال هذا العراقي يا بالعراقي نتكاتف نجيب النصر، الساحه واحد هم نسر، الوطن صار له جسر، والله العراقي هذا العراقي. اذا مشاهدينا متابعي قناة العراقية الرياضية، هكذا كانت أمنيات الجماهير العراقية في المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية، إذن لا مجال سوى الانتصار في هذه المباراة والعودة إلى الأمل في التصفيات مونديالي قطر. نلتقيكم على أفراح سود الرافدين، إلى اللقاء.